لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الرجاء مستضيفه نادي اتحاد تورقة، وذلك في الجولة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية. ويسعى فريق الرجاء لأن يعود بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي اتحاد تورقة، وذلك بعد تعادله في الجولة الأولى ضد نادي أولمبيك أسفي. من جانبه سيبحث نادي اتحاد تورقة للخروج بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة ضد فريق الرجاء الرياضي، وذلك بعد الهزيمة في الجولة الأولى ضد نادي الدفاع الحسني الجديد. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين يوم الجمعة القادم في 9 من شهر شتنبر الحالي انطلاقا من الساعة 6 عصرا على أرضية مركب البريد بالرباط، وذلك في الجولة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية. للإشارة المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة الرياضية المغربية بشكل حصري،